retirer. وزع حبيبي. تفضل يوسف، أكبر قطعة طلعت لألك. شكرا كتير عمو بويراس، رح أكلها لحالي. تفضلي نانا. استنى بويراس، أعطيني إياها، بدي بدلها القطعة، لأن نحيفة كتير لازم نعطيها قطعة كبيرة. يسلم هالإيدين، كل عام وأنتي بألف خير. وأنتي بخير، تسلمي. حبيتها؟ جانسيل يلا كلها كلها. أنتي شو عم بيصير معك؟ ليش عم بتعامليها بهاللطف كله؟ مشان تسترتب وتضل قاعدة أكتر؟ أنتي شو قصتك؟ شو اللي تغير؟ انتو قلتولي انه هي حضرت هالمفاجأة، بس حبيت اني اشكرها مو اكتر. بعدين انا تعبت من التوتر والمشاكل. بصراحة انا شايفة انه هي حبابة وعم تحاول تساعدنا كلنا وتوقف معنا. قال لي إبراهيم طالبتيني. إيه صح سارة، عادي خدي شوفي هاي الصورة اللي شعرها مفروض هي داريا. شايفة الطوق اللي برقبتها؟ هداك اليوم لما كنا بمسرح الجريمة شفت نفس الطوق بإيدها لليلى وقالت إنه هو لإلها. شفتها وهي عم تشيله عن الأرض. لما سألتها قالت هلأ إنه وقع منها. شو معنى هذا الكلام؟ ملاحظة أنه ليلى اللي عم تشتغل معنا هلأ هي مو نفسها اللي عرفناها بالبداية. كل شي فيها متغير، طريقة تعاملها وبصراحة حتى أفكارها كأنه وحدة تانية. يعني هذا الشيء اللي أنا حسيته، ويمكن يكون أكتر من مجرد إحساس. معقول تكون ليلى اللي معنا ما لا ليلى، والجسة ما أنا جسة داريا؟ معقول الجسة اللي التقت تكون جثة القاضية ليلى؟ هذا الحكي كتير خطير، معقولة يكون هيك؟ للأسف ايه معقول، يمكن نكون عم نتعامل مع مريضة نفسية على أساس إنها قاضية. صدقيني أنا بعرفها ما كانت هيك شخصيتها، كانت وحدة جدية بتعامل برسمية مع الكل، بس فجأة صارت فضولية وما بيهم غير مصلحتها وبس. صارت مانا مريحة ومانا مفهومة، كل تصرفاتها غريبة. شوفي شو مكتوب بالتقرير هون، إنما مهووسة بالوصول لأهدافها، ممكن تعمل أي شي مشان مصلحتها، وإنه ممكن تنهي أي شي بيوقف بطريقة ولو شو ما كان. واحتمال هالمرة ليلى هي اللي واجهتها ووقفت بطريقة. فتخلصت منها. هذا الحكي هو أقرب للأفلام. بس إذا فكرنا منلاقي إنه في منطقة كبيرة بحكيك. وهلأ شو ناوية تعملي؟ لازم تلاقي دليل قوي على حكيك. هدفي حالياً لاقي دليل. أنا متأكدة، بس هداك الطوق أبداً ما له دليل كافي، لأنه إذا واجهتها بتقلي إنه أختها هدتها إياه وبتطالع حالها من القصة ببساطة. بدي دليل ملموس، دليل واضح ما تقدر تكسبه أبداً. Thank you.
لازم أتصرف وصلح سوء التفاهم. هو قاعد بغرفته يا ترى؟ هيك ما بيمشي الحال، ما عم بعرف ركز بشغلي، كل الوقت عم راقب تصرفاته وعم حاول اني فسرها. ليش قاعدة عم بتضيعي وقت؟ يعني انت ليش واقفة هون؟ ناطرة البطاطا لتنطبخ لحالة؟ شو؟ لا مو هيك القصة، بس اصبعتي عم تجعني. الشي اللي صار صار بسبب اهمالك، لهيك تحملي المسؤولية وارجعي ركزي بشغلك. هاد سنان يلي بعرفه، بس انا هيك احترت. لازم كمل هيك. كل عام وانت بألف خير حبيبي شاهين. يا الله عن جد بياخد العقل الجاكيت، عذبت حالك. شكرا حبيبي. انت بتستاهلي اكتر من هيك. شكرا حبيبي عن جد عجبني والله، بايام البرد ما رح اشلحه. هذا الوقت المناسب لانه الاجواء اللي حوالينا كلها حب، لهيك رح احكي معه. اكيد بيكون عم يحلم ويخطط لياسس عائلته الخاصه. يلا لازم حاول شجعه ليعترف للبنت يلي بيحبها. الحب أحلى شي بالدنيا، ما الإنسان لما بيلاقي سعادته لازم يتمسك فيها. أي حدا فينا لما يلاقي شخص يحبه ويسعده ويوثق فيه ما لازم يضيعه أبدا. بدي تسامحني، أنا بعرف أني غلطت وندمانة. ما حدا بيستاهل ثقتك. في حدا؟ لا ما في. لا في. وانا عم قلك ما في. لا في في في. طيب ليش؟ شو بدك فيني؟ قوليلي ليش مهتمة سامحك؟ لانه انت كتير مهم بالنسبة لإلي وبتعنيلي. ايه مزبوط. انت عندك عائلة حلوة كتير. بدي امرق جيب كم غرض. واحلى شي فيكن لهفتكن ومحبتكن لبعض. بدي اسألك، انت ما عم تفكر بهالعمر انه تعمل عائلتك الخاصة؟ مين انا؟ لا ابدا ما خطر لي. طيب ليش؟ مع أنه هلأ الوقت مناسب كتير، أمورك كلها مستقرة، عندك بيتك وعائلتك حواليك، يعني صار لازم تفكر تستقر. صدقني رح تعمل عائلة كتير حلوة.
عجبتها الهدية؟ ايه كتير حلوة. تمام كتير منيح. عم ابوي راس، القطعة اللي عم تاكلها قطعتي. هي قطعتك؟ طيب لو سمحتي نازلي حطي له قطعة ليوسف. لازم اتحرك ونفذ اللي قال لي عليه. شكرا كتير للكل على هالمفاجأة، أنا محظوظة كتير لأنه أنتوا عيلتي، فرحتوني من كل قلبي، ما فيني أوصف لكم قديش مبسوطة، بس أنا حاسة حالي تعبانة ومو قدراني أوقف، يعني بتعرفوا هي قصص الحمل. لهيك بدي استأذن منكم وروح أرتاح بالبيت. ايه روحي ارتاحي ولا تاكلي هم، لا تتعبي حالك، انا برتب كل شيء. ايه يلا روحي ارتاحي. وقفي، رح اجي لحتى وصلك. بدكن اجي معكم؟ صح شاهين، امي كانت بدها تروح تشتري كم غرض لازمينها ضروري، بما انك فاضي خدها لتجيب غراضة، شو رأيك امي؟ على فكرة انا كنت نسيانة، منيح ذكرتيني، فيك تاخذني شاهين؟ ايه طبعا امي تكرمي. حبيبتي عم تقولي انك تعبانه، يعني بلا ما تروحي على البيت لحالك، بيجي معك وبلا مشواري. لا ما تاكلي همي، بعدين انا مالي لحالي، رح اخذ معي نانا اذا فاضيه. ايه اذا هيك تمام، يلا بخاطركم كلكم. وانا بدي روح عندي شغل. نازلي خلصي وروحي. ايه ماشي هو هيك. وأنا بدي أرجع أكمل شغل بالغرفة. دخيل قلبك. فيكي تشتغلي بهدوء؟ لأنه عم بشتغل هيك ما عم بقدر ركز. اشتغلي بلا صوت. تفضلي. لا تلفتي نظر. بدي اعمل له مفاجأة. وينه سنان؟ جوا؟ ايه جوا. تمام. حذير مين هي أكتر رفيقة بتسليك بهي الدنيا؟ أكيد رزان. اللي شو رأيك بهالمفاجأة؟ ما كنت متوقعة أبداً، لك أنت إمتى إجيتي؟ إجيت وما خبرتك بس مشان فاجأك. الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا. شايفتك زغران وحليان، شو القصة؟ شو سمعتي آينور؟ طلع سنان عنده هيك رفقات، وطلع بيعرف يمزح ويضحك، مبينة علاقتهم قوية. يعطيكم العافية. يسلموا. جبت لكم شاي معي، تفضلوا. بعتذر منك.
أنا بعرف إني غلطت، بس أنا أحياناً لما أشتغل بتحمس كتير، وكل هدفي من يلي بعمله إنه نوصل للقاتل. بعتذر إذا تجاوزت حدودي معك. أنا ما كان قصدي إني أتهمك، بعتذر إذا ضايقتك. أنا بفهمي، بس المفروض تكوني شخص مهني وبيعرف حدوده. إذا ما في عندك أدلة واضحة وكافية، ما فيك تقرري إنك تستجوبي قاضية. يلي عملتي تصرف مانو مهني أبداً. بس على كل حال أنا قبلت اعتذارك، بس لأنه أنا متأكدة إنك عم تعملي هيك بس لأنه هدفك تعرفي مين اللي قتل أختي وتخلينا لجزاته. أنا هلأ شاكة بالعصابة اللي كنت مستلمة قضيتها، لأنه المنطقة اللي أنا ساكنة فيها آمنة بالعادة، يعني ما سمعت من قبل عن أي جريمة صارت بهالمنطقة. أنا متوقعة يكونوا قتلوها لأنه فكروها أنه أنا. أي ممكن، هذا احتمال وارد ونحن عم نتابعه. إيه معقولة كتير؟ مو طبيعي إنها تتراجع عن شكوكها فيني وتغير رأيها هيك بهي السرعة. يمكن تكون عم تلعب لعبة مثل ما أنا عم بلعب فيهم. جبنا المشتبه فيهم يلي طلبتوهم وصاروا بالغرفة. تمام سارة، شكرا. ما رح تجي معنا؟ أنا بعتت مخبر وناطرة منه معلومة كتير مهمة. إذا وصلتوا لأي شيء بهذا الاستجواب بتخبروني أكيد. ما بدي أقولك فريد، متذكر إنه وعدين دعاء ما على أساس ناخدها على الجنينة مو نسيان، مو هيك؟ أكيد ماني نسيان. فيك تشوفهم لحالك؟ عندي كم ملف متراكمين وكنت حابة خلصهم اليوم. إيه أكيد ما في مشكلة، أصلاً ما بظن يقولوا شي غير إفادتهم القديمة، وأكيد إذا قالوا شي بخبرك. أخيراً. بلكي بقدر لاقي شي دليل ببيتها. ولا كأنه مرقت عليك كل هالسنين. هات لشوف، يلا قلي شو السر لحتى ما عم تكبر. هذا الحكي قولي لحالك مو لإلي. سينان، على فكرة كتير اشتقت لك. وأنا اشتقت لك أكتر. كل ما اشتغلتي لازم تعملي لك شي مصيبة يعني؟ آسفة بعتذر، مو بقصدي. بس لو بتركزي بشغلك على قد ما بتعتذري كانت انحلت كل مشاكلك. معك حق، آسفة. سينان، انت شو مشكلتك مع لهالبنت؟ مش شو بده يكون يعني، ما عندي اي مشكلة معها. لقطتك لقطتك، حاولت تهرب بعيونك. سينان، هي انا رزان، بعرفك من لما كان عمرك 7 سنين. كنت لما تعجب ببنت بالمدرسة تعمل هي الحركة بعيونك مشان عيونك ما تكشف مشاعرك. سينان؟ لا، ما في هيك شيء. وإذا ما في هيك شيء معناها ليش أكل هم إنه تسمعنا لكام؟ لأنه إذا سمعتنا يمكن إنه تفهمنا غلط. وهيك بلا سبب؟ مرينا بكتير قصص، وحتى كان في خطورة على حياتنا، وأنا بشكل طبيعي حميتها، وهي شكلها فهمت هذا الشي غلط. يمكن فكرتني معجب فيها. لتشيل هاي الأفكار من راسها هلأ عم حاول إني يكون قاسي معها. هلأ هيك القصة؟ شو يلي خلاك تتورط بهيك موقف وتفوت بهيك قصة؟
الموضوع ما بينحل بهالطريقة. ليكي رزان، اصحك تتدخلي بهالقصة. سنان، انت شي مرة قدرت تمنعني عن شي؟ اه؟ ليش انا لما كسرت شباك المدرسة؟ او مثلا لما حبست الأنسة بالصف؟ ولا لما حطيت ضفادع بالصف؟ انا لما بدي اعمل شي ما حدا بيمنعني. بس نحن هلأ كبرنا وأنا مثل أخوك الكبير، بلاها هاي الولدنة. ماشي أمرك، تمام فهمت. مثل ما توقعت، حاولت أضغط عليه كتير بس ما غير ولا كلمة بأقواله القديمة. تقولي كأنه حافظهم. لأنه بيكونوا كلهم متفقين على نفس الحكي. إذا ما قدرنا نحل قضية هاي العصابة، مستحيل نقدر نعرف مين اللي قتل أختي فريد. وين عائشة؟ ماني شايفتها. عندها شغلة برا وطلعت، قال شي ساعتين وبترجع. كأنه في شي معلق على المفتاح. ريحة صابون، شو هالمصيبة؟ أكيد هي أخذت طبعاً عن مفتاحي ورح تفوت على بيتي. عم تطلعي لي وين ما بكون وين ما بروح. حتى بعد موتك عم تدمري لي حياتي مثل ما دمرتيها وانت عايشة. قدروا يلاقوا جثتك. وهلأ رح تبلش التحقيقات ووجع الراس. بس لو شو ما عملوا ما رح خليهم يوصلوا للحقيقة. مستحيل، ما حدا بالدنيا كلها رح يعرف انه أنا اللي قتلتك ليلى. لك أنا كيف بعمل هالعملة؟ لأني غبية. إذا فاتت على البيت وشافت الدفتر حتكون نهايتي على إيدها. إذا بدك أنا بعمل القهوة. قادي ارتاحي، لا تضلي واقفة. لا حبيبتي ما في داعي، أصلاً جاهزة. أنا عطيت ليوسف التاب ليتفرج وحطيت له بوشار، قلت حرام بيكون عم يمل خليه يتسلى. ومنه كمان منكسبه ومنشرب أنا وياك القهوة على رواق، صلنا زمان ما قعدنا وحكينا. أنا دايق خلقي، قلت منقعد منشرب قهوة ومنحكي. ماشي. يا عيني يا عيني، شو هالقهوة اللي بتاخد العقل؟ اي والله يسلم ايدي، ما حدا بيعرف يعمل مثل قهوتي. تعي شوفي رغوتها. بتعرفي انه انا معروفة بقهوتي وبيحكوا عنا انه هي اطيب قهوة بكل الحارة؟ ايه مبينة من ريحتها. فتحي اذنك منيح ونفزي اللي رح قلك يا بالحرف الواحد. اول شي بدك تبعديون عن الكل، وبدك تكوني انتي وياهم بس، يعني انتي ونانا ويوسف. واعملي قهوة لنانا، حطي لها بقلب فنجانة حبة منون،
بتجيبي شي نوع يكون تأثيره خفيف مشان تدوخ شوي بس تضل قدرانة تفتح الباب. تفضلي، ألف صحة وهنا، إن شاء الله تحبيها. بجوز نحن بأول فترة ما تفهمنا منيح، ويمكن أنا طبعي حد لما الموضوع بيتعلق بعيلتي، لهيك بتمنى أنك تعذريني، لأني بالبداية خفت من المشاكل اللي إجت معكن. بس خلاص إن شاء الله من هلأ ورايح ما عاد يصير لا خناق ولا مشاكل. وأنا هيك بتمنى إن شاء الله. بس إذا نحنا ما خلصنا من الكابوس يلي اسمه السم ما رح نرتاح. هو مانو بشر، لأنه هو شيطان، هو واحد مجنون ومريض نفسي. أنا ما فيني أتخيل إذا وقعنا بين إيدي شو ممكن يعمل فينا، خاصة يوسف. تشردقت، بدي مي. لا قادر فوت على البيت، رح يجي حدا من طرفي على أساس بده يصلح الغاز، مشان هيك اللي مطلوب منك تفتحي الغاز بدون ما حدا ينتبه. ضروري تفتحي لحتى تطلع الريحة ويشموها. وانتي أو نانا دق وطلبوا مصلح، وبعدها لاقي شي حجة مشان تروحي وتتركيهم لحالهم، وأنا وقتها بتصرف. هذا اللي مطلوب منك. شو كنا عم نقول؟ الله يريح بالكن ويخلصكن من هالمصيبة إن شاء الله. صدقيني أنا كل ليلة عم بقرالكن وأدعيلكن إنه تخلصي وترتاحي من هذا الكابوس وترجعي لحياتك الطبيعية. عم شم ريحة غاز، كأنه معقول يكون الغاز مفتوح؟ تأكدي لا تكوني نسيانتي. لا مو نسيانته، ما في شي مفتوح. تأكدت بس ما يكون في شي تسريب بتمديد الغاز، هاي صايرة قبل بمرة وبوقتها جبنا مصلح. طيب أنا رح أفتح الشباك. أه
أنا رح أدق للمصلح وأنت طلعي شيكي إذا في شي ريحة برا. تمام. رح أدق على الرقم الصح بس رح سكر فورا مشان إذا حدا شيك يلاقيني متصلة فعلا. شو الوضع؟ حبة المنوم حطيتها والغاز انفتح ودقيت لتبع الغاز مثل ما قلت. فيك تبعت زلمتك. ممتاز، برافو. كنت متأكد انك قدها، ما خيبتيني ظني. غريب، ما في ريحة أبداً هون. حذري شو نانا؟ تذكرت إنه عندي موعد تاني بالصالون وما لغيته، لهيك لازم روح فوراً. المشكلة الزبونة على الطريق، ما عاد فيني أعتذر منها، بس يمكن هلأ حدا يجي مشان الغاز. ما تاكلي هم، خلاص أنا موجودة. وأنتي ما كملتي قهوتك، روحي كمليها. صحة وهنا، يلا أنا بشوفك. مع السلامة. يا ربي والله ما كان بإيدي، يا ربي سامحني. انت بتعرف انه كل البنات بيحبوا هاي الشغلات؟ كل بنت بالدنيا بتحب تشوف إنه يلي بيحبها مهتم فيها. هاي الحركات والمفاجآت بتخلينا ننبسط وبتفرحنا. شو معلم عشقاء؟ شو عم تخبص؟ بلع لك. ليش شو فيها؟ بعدين شو سر هاي الصفنة؟ إيه والله واضحة، متأكد إنك عشقان. إيه حاجتك بقى، عم يتهيأ لك. أبدا ما في هيك شي. لا تترك الورشة، في عندي شغلة وبرجع لك. ماشي معلم. طلعت كل اختباراتك على الفاضي آينور. واضح انه سنان كتير قريب من هالبنت. ابصر شو في بيناتهم. طيب ممكن يكونوا رفقات مو اكتر. واضح انه صار لهم زمان ما شافوا بعض. اساسا انا شو دخلني؟ تفضلي. يسلم ايديكي. شكرا. صحة وهنا. تفضل قهوتك. ايه ما قلت لي حياتي، كيف قضيت هالفترة؟ احكيلي لشوف شو عملت بغيابي. اشتقتلي مثل ما اشتقتلك؟ اكيد كانت فترة صعبة عليك.
رزان شبك شو عم بتساوي؟ عادي، مو انت قلت لي انه هي فهمتك غلط؟ انا عم صلح سوء التفاهم يلي صار، يعني على اساس نحن منحب بعض. قلت لك ما تتدخلي، انا مالي تبع هيك العاب. شو هالولدنه هاي؟ معناها لا تزعل مني، بس موضوعك هيك ما رح ينحل ورح تضل البنت فهمانتك غلط. يعني مو الحل انك تضل عم تعصب عليها وتهينها، يمكن تكون عم تعلقها فيك اكتر ومالك حاسس. يعني يلي عم تعمله ما له حل. ما تفوتيني بقصصك لانه بعرف لوين بتودي. انا مو هيك شخصيتي، هاي الحركات ما بتشبهني. انت لا تعمل شي، انا يلي رح خليها تحس انه نحن منحب بعض. انت ارتاح، خلص انا بتصرف، وساق فيني وانا بساعدك. لا تاكل هم. رح تحلي لي الموضوع؟ قلت لك عندي. تمام، بس لنتفق من الأول، لا تتصرفي بطريقة تهز صورتي قدامها. ايه طبعا، طمن بوعدك. عندي. كأنه إجا. أهلا وسهلا، مو قلت إنه في عندك شغل بالورشة؟ ليش إجيت؟ قلت لحالي بيجي شوي بتطمن على جانسيل، كانت تعبانة. طلعت من شوي، قال عندها موعد نسيانة تلغي، راحت على الصالون، قالت لي بتخلصه وبترجع. خير فيكي شي؟ نعساني ولا شو؟ كأنه ما بعرف، حاسة اني تعبانة، يمكن يكون بسبب ريحة الغاز، كأنه في تسريب بالغاز. هلأ جاي حدا ليشيك. في تسريب غاز؟ طيب رح شيك أنا، بلكي نسياني شي. كان مفتوح شوي. خلاص بظن مش الحال. يوسف وينه؟ فوق قاعد. أكيد شميت كتير غاز لهيك راسك تقل. لتصحصحي لازم تطلع تشمي هوا نظيف. لا ما بدها، هلأ بصحى. الشغلة مو لعبة، لازم تطلعي من البيت. خلاص لا تكبر الموضوع، رجع على شغلك. قد ما أنت عنيدة أنا عنيد أكتر. لازم تطلعوا تشموا هوا، تمام؟ جيبي يوسف وتعي ناطرك بالصالون.